صوت انا قوي. نتعة واحدة ابن عمي؟ انا فيني ارفع التخت. مو معقول تخت وبعيد واحدة كمان. روح قومي شوفي. ما فيني ارفع. خير خير ابن عمي، شو صار لك؟ برق ظهري، يمكن رفعته بوضعية غير صحية. شوي شوي، مالي غيرك انا. عليك غيري ورياض. ما بالاكستين معك رياض، بعدين ولد ما بيعجبني. طيب والرسالة؟ دايما بيبعث لي رسائل، حرام شفقت عليه، بعدين هو جاست فريند. هي الشغلات ما فيها شفقة، شغلة العرض مو مزحة. بدك يعني اتركه ينتحر؟ ليش كان بده ينتحر؟ ايه هدد بالانتحار، تلحالي حرام امه تعدمه من تحت راسي. يعني من جهتك ما في شيء صوبه. جاست فريند، معقول بدل هالنمر؟ واوي. انا نمر؟ بس تعصب ابن عمي بتلاقي ركبي بلش يرجف وما بحسن وقف عليهم. بتعرفي انا ما كنت مفكرك بتخافي مني. انت بتشوف حالك وقت تنحمل بتصير مثل النسر الجارع، ولا حالي يا رب ما ينقض علي النسر، بحس حالي ارنوب صغير. هيك لازم يكون الرجال. بس في عاده من عواداتك ما عجبتني. شو هي؟ عم تهددني بالرساله وهي مو من عادات الرجال. انا كنت عم خوفك تخويف. يسلم. ميساء اسمك مشم بالغاز، اعمل لي كاسة شاي بس على كيفك. قوم اعمل لحالك. شو كنا عم نحكي إلا؟ لو بتطق عينك ما رح اعمل لك يا حقير. ها هيك كان، انا بأرجيك. حاجة جعل حاجة، هلا بيلتموا الناس على صوتك. يعني مالك خايفة مني؟ ان شاء الله صدقت حالك انك رجال يعني. طيب يا ميساء بتشوفي، انا بأرجيكي، انا رايح اقول لابوك. ابي ما راح يصدقك، الرسالة وحرقتها، ظلت البحر، باي، أنا رايحة زيارة. تعالي شو بتهون، وين رايحة؟ مو شغلات فلت.